ناخد تعقيب من دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع شؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه. دكتور علي، شايف الحاله دي ازاي؟ رغم احنا بنتكلم في السنه دي بس بنتكلم في 200 الف فدان جديده، بنتكلم في اجمالي 10 مليون فدان مزروع في مصر. توصف الحاله دي بايه؟ تمام. هو طبعا زي ما سيادتك عارف ان احنا يعني وصلنا 9.8 مليون فدان، وان شاء الله العام القادم باذن الله نوصل ل 10 مليون فدان. ده مساحه مزروعه، لكن لو شفنا المساحه المحصوليه احنا يعني بنتكلم في حوالي 17.5 مليون فدان، لان الارض بتنزرع اكتر من مره، موسم شتوي وموسم صيفي. يعني باجمالي 17 مليون فدان منتج. 17 ونص، زي ما سيادتك قلت 17.5 مليون فدان منتج. احنا عندنا وفره في الانتاج الزراعي، احنا عندنا اكتفاء ذاتي من جميع انواع الخضر والفاكهه، بل عندنا فائض بيتم تصديره الى الخارج، وصل حجمه السنة اللي فاتت أكتر من 6.5 مليون طن. ده دليل إن إحنا عندنا وفرة، ما عندناش مشكلة في الإنتاج، ما فيش نقص في الإنتاج. إحنا بننتج سنويا حوالي 3.5 مليون طن من البصل، بننتج من الطماطم حوالي 6.5 مليون طن من الطماطم. كان أيضا كان بيكفي المحصول بتاع البصل والطماطم. هو بيكفي، هو مازال موجود وبيكفي وبيفيض. يعني احنا ده الطماطم ساعات كنا بنشوف ان المزارعين بيقول لك انا تكلفه نقلها كتيره، ده انا برميها من كتر ان هي اسعارها رخيصه. كنا بنشوف في بعض السنين ده بيحصل يعني. تمام. هو طبعا زي ما قلت سيادتك في وفره في الانتاج، والانتاج متوفر وكافي بشكل كبير، لكن احنا المشكله اللي احنا فيها ديت مشكله يعني بتتكرر سنويا في نتيجه فواصل العروات. عروة عشان نوضح للناس يعني ايه فواصل العروات، ده اللي بيخليها تتكرر سنويا. تمام. يعني مثلا زرعت الموسم الصيفي فحصدته في شهر مثلا سبتمبر مثلا، فهزرع الموسم النيلي فلسه على محصوله، هحصده مثلا في منتصف اكتوبر، فالفتره ديت بيبقى فيها شهر ونص شهرين، بتبقى يعني مفيش انتاج او انتاج حجمه ضعيف وكده. فديت نقله الارض يعني من زرع لزرع بالظبط كده. فاحنا بنسميها دي فواصل عروات. فديت يعني ظاهره يعني بتتكرر كل عام في موسم الشتاء وموسم الصيف والموسم النيلي. وطبعا زي ما سيادتك عارف ان الطماطم لها بدائل، احنا بننادي ان احنا نصنع الطماطم عشان نخفض الفاقد ونزود القيمه المضافه. فانا عندي احنا عندنا فاقد عند الطماطم. يعني سيادتك احنا نستهلك الصلصة، احنا عاملين الصلصة دي ليه؟ عشان استهلكها في هذه الظروف اللي هي فواصل العروات، اخف الطلب شوية على الطماطم الطازجة، فالدنيا تعدي. فمتوقع ان شاء الله يعني موضوع الطماطم اسبوعين ثلاثة بالكتير، والاسعار تهدى تاني ان شاء الله وترجع لمعدلاتها الطبيعية. تمام. بالنسبة لموضوع البصل زي ما قلت سيادتك متوفر بشكل كبير داخل الاسواق، احنا ما عندناش مشكلة في اي سلعة. اللي مش متوفر ايه اللي وصل سعره ل 25 جنيه؟ تمام. هو يعني اللي وصل سعر البصل لسعر 25 جنيه هذا الموسم، يعني اول حاجة مستوى العام الاسعار ارتفع، كل مستوى الاسعار بتاع السلع على مستوى العالم ارتفع، ومصر اتاثرت ايضا بالازمه الروسيه الاوكرانيه، فادى الى تعويم الجنيه في مصر، فبالتالي ارتفعت المستوى العام الاسعار وارتفعت تكاليف الانتاج بتاع معظم يعني مستلزمات الانتاج، اجور العماله، ايجار الارض، الحاجات دي كلها. فدي انعكست بشكل او باخر على ارتفاع الاسعار. طيب المنتج الاستاذ حاتم بيقول ان الفلاح يقول لك انا هزرع بصل ليه؟ يعني ما بيعوضش معايا، ده رخيص. فده قال كده وده قال كده وده قال كده، بقى في يعني عجز في الانتاج يبدو يعني. لا، هو ما فيش عجز في الانتاج ولا حاجه، احنا يعني المساحه هذا العام بالموسم الشتوي يعني تقل عن العام الماضي بحوالي 10,000 فدان، يعني لو مش تكمل 3-4% كان نقص في الانتاج مقارنه بالعام الماضي. لكن هو زي ما سيادتك المحصول البصل محصول قابل للتخزين، فاي سلعه قابله للتخزين المزارعين او التجار اللي هم موجودين في القرى بيقوموا يشتروها في بدايه الموسم ويخزنوها لحين تحسن. يعني ممكن يكون اتخزن يعني؟ ايوه تمام. اقول ستر عندنا في داخل جمهوريه مصر العربيه انتجنا في الموسم الشتوي حوالي من 3 ل 3.5 مليون طن. كل صدر بصل كل صدرنا لحد الان ما كملش 12,400 طن. انت عندك داخل جمهوريه مصر يعني حوالي 3 مليون طن حوالي 3 مليون في السوق المحلي، قول استهلكنا منهم في الخمس ست شهور في كام شهر دول. ما زي ما قلت سيادتك تخزين تخزين، والتجار بيطرحوا كميات صغيره بيعطشوا السوق بيعطشوا السوق عشان يتحكموا. طيب. يحافظوا على السعر المتفق عليه.